بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة السبايروكيتس. السبايروكيتس في 3 سبيشيز، في معنى اللي هو التريبونوما، وفي معنى البوريليا، وفي معنى الليبتوسبايرا. اليوم حنتكلم فقط على التريبونوما بليدا. في هذه المحاضرة إن شاء الله حنتكلم على التريبونوما بليدا، جنرال فيتشرز للسبايروكيتس إن جنرال، ثم مورفولوجي وكلتشر للتريبونوما بليدا، والباثوجينيسيس واللاب دياجنوسيس والتريتمنت أند البريفنشن. تعالوا نشوف للسبايروكيتس الجنرال فيتشرز. أول صفة للسبايروكيتس إنها سبايرال أورجانيزم. ما معنى سبايرال أورجانيزم؟ يعني بكتيريا حلزونية. هذه البكتيريا الحلزونية تتمتع بالآتي: إنها سلندر، يعني رفيعة رفيعة، ثم انها كمان لونج، وكمان اكيد سبايرال فحتكون فليكسبل. هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه انها موتايل، لكن ما معهاش فلاجيلا، معها اكزيال فيليمنت داخل البكتيريا بيسموها اندو فلاجيلا. هذه الاكزيال فيليمنت هي اللي بتعطيها الحركه الشهيره اللي بنسميها احنا الكروكسكرو لايك موتيليتي، اللي هي زي عمليه الدريل، اللي اثناء حركه الدريل. لماذا؟ لان معها الاكزيال فيليمنتس. الصفة الثالثة انه معها سيل وول. السبايروكيتس بشكل عام معهم سيل وول. السيل وول ده شبيه بالجرام نيجاتيف، لكن ينصبغ بالجرام ستين بشكل ضعيف، او بالغالب ما نقدر نشوفها بالجرام ستين معظمهم، طبعا في بعضهم اكسبشن حنتكلم عليهم. النقطة الرابعة انه في زي ما قلت 3 سبيشيز، في تريبانوما وذي انيروبس، وفي بوريليا وهي بنقول عليها مايكرو ايروبيليك، وفي ليبتوسبايرا وهي ايروبس. ولذلك لما جينا نتكلم على تريبانوما بليدا هي انيروبس، وبالتالي لو خرجت خارج الجسم تموت. لماذا تموت؟ لانها تعرضت للهواء وهي انيروبس. الصفه الخامسه الموست امبورتنت في الجينس اللي هو تريبانوما بليدا، في جينس التريبانوما هو تريبانوما بليدا. تعالوا نشوف المورفولوجي اند الكالتشر للتريبانوما بليدا. هي سبايرال اورجانيزم ريجولار كويلز مع بوينتد اند، يعني الكويلز حقها ريجولار وحقها الانتهاء من الطرفين pointed end، واكيد موتايل زي ما قلنا اللي معاها، لان معاها اكزيال فيليمنتس، وكمان ما تنسبك زي ما قلنا او تنسبك بضعف في بصبغه الجرام. النقطه التي بعدها ممكن دي نشوفها بالدارك فيلد مايكروسكوب، وهي الصفه الوحيده نشخص بها بالدارك فيلد مايكروسكوب. ايش التقنيه حق الدارك فيلد مايكروسكوب؟ احنا في الميكروسكوب العادي الضوء بيجي على طول يدخل في التيوب ونشوف احنا بعيوننا، لا، هذه في الدارك فيلد مايكروسكوب الضوء ياتي من الجوانب، يعني يحصل عمليه نغطي على الضوء وياتي من الجوانب، وبالتالي لما نشوف الفيلد نشوفه دارك، لكن الضوء اللي من الجوانب بينعكس على الاورجانيزم. لو كان الاورجانيزم موجود حيعكسه وحنشوف الاورجانيزم لايت بالشكل هذا. النقطه التي بعدها الكالتشر. الكلتشر دي البكتيريا اللي هي حقيقة لا cannot be cultivated on artificial media خالص، وهذه لو تتذكروا مثلها مثل المايكوبكتيريوم ليبري، ما فيش لها أي artificial media تنمو عليها. هناك فقط يعملوها propagate in rabbit testicle، يعني ممكن ينموا هذه البكتيريا يحقنوها في الخصية بتاعت الأرنب عشان تنمو. التريبانوما بليدا دي بتعمل ديزيز شهير اسمه سيفلس، والسيفلس ده سيكشوال ترانسميتد. النقطة المهمة جدا انه التريبانوما بليدا هيومن باراسايت، بمعنى اخر انه ما في اي انيمال ريزرفوار خالص، فهي هيومن باراسايت. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس خطوة خطوة، تعالوا نشوف مود اوف ترانسميشن. أول نقطة تنتقل سيكشوال ترانسميشن، ولما نقول سيكشوال ترانسميشن معناها انه واحد مصاب، يا الرجل يا المرأة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها تنتقل ترانسبلاسنتم، يعني الأم الحامل لو أصيبت بتريبانوما بليدا حتعطي تريبانوما بليدا عبر البلاسنتا للفيتس. النقطة الثالثة وهي نقطة خطيرة جدا أنها تنتقل بالكونتاكت، خاصة في كلينيكال هازارد للأشخاص اللي بيعملوا في الحقل الطبي. لو مثلا دكتور جاله مريض سيفلس وبدأ يفحص المريض ومش لابس جلافز، تخيلوا ممكن يأخذ البكتيريا وذي تعمل مود اوف ترانسميشن، حنعرفه بعد شويه. النقطه الرابعه انها تنتقل عبر الفريش بلاد. ما معنى الكلام هذا؟ معناها انه لو شخص مصاب بالسيفلس وتبرع بدم وراح على طول الدم حقه اللي تبرع به نقلوه لواحد حينقل الاصابه، لكن
لو الدم اللي تبرع به حفظ عند 4 degree centigrade for 3 الى 5 days حتموت البكتيريا وبالتالي مش حيحصل اي انتقال، وبذلك نضع عليها رير لانه ما تنتقل الا اذا الشخص مصاب وعلى طول تم نقل الدم. اذا في 4 mode of transmission، في معنى sexual transmitted، في معنى اللي هو transplacental، في معنى الكونتاكت، وفي معنى عمليه اللي هي blood transfusion اللي هو الفريش. طيب تعال نشوف الان الباثوجينيسيس خطوه خطوه. قبل ان نشي نعرف مرض السيفلس، ايش هو هذا معنى مرض السيفلس؟ هو نقول عليه هو عباره عن venereal disease. هذا venereal disease هو caused by treponema pallidum وينتقل عمليه sexual بالsexual contact بيؤدي للسيفلس. ولذلك احنا دائما تتذكروا تكلمنا عليها في النايسيريا جونوريا، لو بنقول venereal disease معناها ان الاعراض موجوده في الجينيتال تراكت. صحيح ينتقل سيكشوال ترانسميتد، ونقول بحان حتى نعرف ونقول هو سيكشوال ترانسميتد ديزيز صحيح، لكن لما نقول venereal disease معناها ان الاعراض موجوده في الجينيتال تراكت. طيب تعالوا نشوف هذا السيفلس اللي عرفناه، في منه acquired syphilis وفي congenital syphilis. الacquired syphilis في 3 stages اللي هو primary syphilis والsecondary syphilis والtertiary syphilis. الcongenital syphilis هو طور واحد. طيب تعالوا نشوف البرايمري syphilis اول طور. الان حدث المود اوف ترانسميشن اللي هو الكومن سيكشوال، وزي ما قلنا سيكشوال ما معناها انه شخص مصاب يا المراه يا الرجل. حيحصل مالتيبليكيشن للاورجانيزم ات ذا سايت اوف انتري. اول اذا الشخص المصاب وحصل او المراه مصابه وحصل سيكشوال كونتاكت وبالتالي حصل مالتيبليكيشن لوكالي ات ذا سايت اوف انتري، قدامنا تخيلوا من اسبوعين الى 10 اسابيع وما يحصل اي شيء، بعد 10 اسبوعين الى 10 اسابيع يبدا يظهر حاجه شهيره جدا اسمها تشانكر، يسموها التشانكر. هذه التشنكر بيحصلها فيما بعد ألسريشن، ولو ما يحصلها ألسريشن بتروح البكتيريا إلى الليمف نود وبالذات في الإنجوانا الليمف نود ويحصل اللارجد في الإنجوانا الليمف نود. طيب تعالوا نشوف ما هي مواصفات هذا التشنكر. التشنكر ده مواصفاته كالآتي، مواصفاته هارد وبيلس وكمان هيل سبونتينيوس، يعني من 4 إلى 6 أسابيع بيحصل له هيلينج سبونتينيوسلي. لو تتذكروا زمان احنا تكلمنا على ديزيز قلنا عليه تشانكرويد وسميناها يوم، قلنا لانه شبيه باويد شبيه بالتشانكر اللي نتكلم عليه اليوم. ما الفرق بينهم؟ التشانكر هارد لكن هذاك اسف، لكن التشانكر هارد لكن هذاك سوفت التشانكرويد. هذا بينلس التشانكر لكن التشانكرويد كان هايلي بينفول. طيب هذا التشانكر، لكن تخيلوا في حاجه بنسميها احنا اكسترا جينيتال ممكن تحصل مانيفستيشن. ليش؟ لانه هايلي كونتيجيوس، ممكن يوجد في اللبز او في التنكي. تخيلوا زي ما قلنا هو ينتقل بالكونتاكت، فاما انه شخص مريض يعني لعب بالتشانكر بيده فراح يعمل عمليه في اللبز يحك اللبز حيعمل ابريشن، وبالتالي لانه هايلي كونتيجيوس تخيلوا حيصبح عمليه التشانكر موجود في اللب. او دكتور عمل فحص بيده بدون ما يستخدم جلافز وعمل عمليه نقلها الى اي مكان حيحصل تشانكر، وبالتالي نقول عليه اكسترا جينيتال. بعد كده احنا زي ما قلنا انه التشانكر ده حيحصل له هيل سبونتينيوسلي من 4 الى 6 اسابيع، اكيد حيروح للليمف نود وبالتالي حيروح للبلد. وانس انه وصل للبلد نقول اذا حيبدا طور السكندري سيفلس. فتعالوا نشوف ما هو طور السكندري سيفلس. السكندري سيفلس كالاتي، التريبانوما بالليدم ما معناها؟ معناها انها موجوده في الدم، فبالتالي قدامنا من شهر ونص الى 3 شهور افتر الابيرس اوف تشانكر، يعني ظهر التشانكر اليوم واذا ما تعالج، طبعا اذا ما تعالج ظهر التشانكر اليوم وما تعالج المريض قدامه من شهر ونص الى 3 شهور حيبدا في مرحله السكندري سيفلس. ما هي مواصفات هذه المرحله؟ حيبدا جنرالايزد سكن راش عند الشخص ده. النقطة الثانية انه كمان حيبدا حاجة بنسميها ميوكس باتشز ان ذا ماوث، وبالتالي هي عبارة عن مكيول، لكن احنا لما تكون على سكن مكيول، طبعا ما معنى مكيول؟ معناها ان الريد سكن رات فلات، فنقول عليها مكيول. هذه المكيول لما تطلع لما تكون في الماوث ما نسميهاش مكيول، نسميها ميوكس باتشز في الماوث. العرض الثالث اللي حيكون موجود انه حاجة شهيرة جدا اسمها كوندروما لاتا. الكوندروما لاتا دي عباره عن تجمعات زي القرنبيط موجوده في الانس او موجوده بالفالفا بالنسبه للفيميل. اذا في معنا اربع اعراض: سكراش،
وفي معنى كمان الميوكس باتشز ومعنى كاندلوملاتا. تخيلوا كلهم دول يحصل لهم disappear spontaneous، يعني المريض ده لو ما راحش يتعالج حيختفوا من نفسهم within 3 الى 6 months، حيختفوا من نفسهم. النقطة المهمة اللي عاوزين نتفق عليها ان تريبانوموبليدم هاني contagious في الطور الاول اللي هو البرايمري سيفلس والسكندري سيفلس، معدية بشكل كبير في هذين الطورين. اذا تعالوا نشوف للطور الثالث اللي هو latent infection اللي قلنا حنطلع منه بالتيرشري سيفلس. ثلث المرضى دول يحصل لهم كيور، طبعا هنتكلم عن ناس ما تعالجوش، لو تعالج من البرايمري خلاص انتهى الموضوع، لا حنشوف سكندري ولا حنشوف تيرشري، لكن دول ناس ما تعالجوش حيصبح هنا معنا كيور وكمان نيجاتيف سيرولوجي. الثلث الاخر حيكون ما فيش اي ساينز ولكنه بوزيتيف سيرولوجي. الثلث الثالث والاخير اللي هو تقريبا 30% حيتحولوا الى تيرشري سيفلس. طيب إذا 30% من الـ untreated cases حيتحولوا إلى التيرشري سيفلس، والتيرشري سيفلس ما معناها؟ معناها إنه بتكون جرانيلوما يسموها جيوما في السكن، في البون، في السنترال نيرفس سيستم، في الكارديوفاسكولار، في الليفر، في كل الأورجنز حتتكون جرانيلوما، وذي مش حتحدث إلا بعد 10 سنوات، يعني بعد فترة طويلة من أكثر من 10 سنوات. طيب، إيش اللي حيحدث فيها؟ حيحدث انه حيحصل localized glioma، ممكن طبعا يحصل localized diffuse لكن الغالب حيحصل localized. ما معنى localized؟ حيحصل necrosis. ليش حصل necrosis هنا؟ حصل necrosis انه في ischemic، يعني في end arthritis، فبالتالي حصل ischemic وحصل necrosis. لو ما حصل necrosis تجمعت عمليه الخلايا اللي هي الليمفوسايت والبلازما سيل والماكروفيج، نسميها كده، نسميها syphilitic reaction. بعد كده حيحصل fibrosis. الفايبروزيس ده حيتكون وبالتالي حيكون لوكالايزد، ومن هنا نجي نقول انه الجرانيلوما اللي حتكون حيكون نكروزيس وفايبروزيس، وبالتالي حتكون حتعمل لوكال ديستراكشن. تخيلوا لو حتى في عظم حتعمل له ديستراكشن، لماذا؟ لانها عملت نكروزيس وعملت فايبروزيس. طيب لكم ان تتصوروا كالاتي، الان هذه جرانيلوما في السكن وفي البونز، شايفين كيف عملت خرم للبون لانها بتعمل لوكال ديستراكشن. النقطه التي بعدها ممكن تروح للكارديوفاسكولار ليجن وتعمل حاجه بنسميها الاورتيك انوريزم، ودي زي ما قلنا افتر ال 10 years. النقطه المهمه جدا انها بتعمل سنترال نيرفس سيستم مانيفيستاشن، ممكن تروح للمننجيز وتعمل كده مننجل النيروسيفلس، او تعمل نفسها نسميها سيفلاتيك مننجايتس. النقطة الثانية في السنترال نيرفس سيستم اللي هو بنقول عليه نيروسيفلس، بتعمل جنرال باراليسيس اند الانسين، يقولوا عليها كده، يقولوا انه شخص مشلول وهبل. كيف جات شخص مشلول وهبل؟ لانه هي بتروح في تو ريجنز، واحدة بنسميها الفرونتال لوب والثانية نسميها البارايتال لوب. البارايتال لوب هو المسؤول على الموتر اريا، فبالتالي لو ما ينضرب حيحصل باراليسيس، والفورنتال لوب هو الاريا المسؤوله عن الميموري، فده حيحصل عنده ديمنشا ويحصل عنده خرف، فمن هنا يسموها كده، يسموها يحصل جنرال باراليسيس اوف انسين. انسين معناها مجنون. طيب النقطه المهمه جدا، التريبانوموبليدم ما نشوفهاش في التيرشري ستيج خالص كتريبانوموبليدم كسبايرال اورجانيزم، لكن السيرولوجي حيكون بوزيتيف. طيب النقطه التي بعدها في الباثوجينيسيس الكونجنيتال سيفلس. الكونجنيتال سيفلس ده زي ما اتفقنا ان المراه الام الحامل بتنقل البكتيريا الى الفيتس، فهناك ثلاث احتمالات، يا يحصل ابورشن وخلاص الفيتس ده يحصل له ابورشن، او يولد ميت، او ممكن انه يحصل ديفلوب يولد بخير لكنه يتحول الى سكندري سيفلس. النقطه المهمه هنا انه ما في برايمري سيفلس هنا خالص. ليش؟ لانه البكتيريا او السبايرال اورجانيزم او التريبانوموبليدم على طول للبلد مباشره، فبالتالي ما في قضيه ما نسميها بالبرايمري سيفلس. هنا الفيتس ده حيحصل عنده نفس المانيفستيشن اللي حصلت في السكندري، البكتيريا موجوده في البلد التريبانوموبليدم، حيحصل عنده سكراش، حيحصل عنده كمان انترستيشال كيراتايتس ممكن تؤدي الى البلادنس، حيحصل عنده كمان الهجسن تيث. وجد العلماء طبعا اكتشفها عالم اسمه هوتسون، يشوف ان القواطع بتكون موجوده على شكل داخلها على شكل هلال، فدي واحده من الظاهره يسموها كده، لما يشوفوها يقولوا دي ظاهره هوتسون تيث ناتج عن عمليه ما نسميها بالكونجنيتال سيفلس. وممكن يحصل سادل نوز،
احنا مش قلنا قبل شويه بيتحول جرانيلوما بتكون جرانيلوما في النوز، فبتخلي ذا المكان صدل فيحصل صدل نوز. الامر الاخر بيحصل سنترال نيرفس انوماليز اللي قلنا عليها اللي حدثت في السكندري سيرفس. تعال نشوف الان اللاب دايجنوسيس. اللاب دايجنوسيس ده اول امر بنتكلم عليه اللي هو البرايمري ستيج او البرايمري سيفلس. كيف ناخذ العينه؟ ناخذها عمليه من الفلويدز من الشانكر، ناخذ الشانكر ده وناخذ الفلويدز اللي منه، وبالتالي تعالوا نشوف ايش هنعمل فيها. هنعمل فيها هنا دايركت فيلد مايكروسكوب، وهنعمل دارك فيلد مايكروسكوب، وهنعمل دايركت اميون فلوريسنت، وهنعمل البي سي ار. الدايركت فيلد مايكروسكوب زي ما اتفقنا ان احنا بناخذ اذا الليجنز من الشانكر ونحطه في ويت اماونت ونشوف عمليه البكتيريا تريبانوما اللي دم. النقطه الثانيه ان احنا دايركت اميون فلوريسنت، ان احنا نروح نجيب التريبانوما اللي دم من الليجن من الشانكر ونجيب انتي بادي مربوطه بالفلوريسنت. فنروح نجيب الانتي بادي المربوطه بالفلوريسنت، اذا كان موجوده تريبانوما بالليدم في الليجن حترتبط معها وحتعطينا عمليه شكل الجرين لايت للسبايرال. حنشوفها الان. اذا تعالوا نشوفها، هذه البكتيريا اللي قلنا عليها اللي هي من الليجن تريبانوما بالليدم، نروح نجيب انتي باديز مربوط بالفلوريسنت حيلتصق معاها تماما، ونعمل انكوبيشن بيريود ونعمل كمان واشنج، وبالتالي حنشوف هذا المنظر اللي امامكم الان. شايفين كيف السبايرال اورجانيزم موجوده بالدايركت اللي هي اميون فلوريسنت. النقطه الاخرى اللي احنا بالدايركت ديتكشن ان احنا بالبي سي ار، نروح ناخذ من الليجنز ونعمل بي سي ار، هل الجينوم حق تريبانوما بالليدم موجود او غير موجود؟ النقطه المهمه واللي عاوزين نتفق عليها، في البرايمري ستيج او البرايمري سيفلس لا معنى للانتي باديز، لا معنى للسيرولوجي خالص. وبالتالي الانتي بادي ليش ما لهمش معنى؟ لان الانتي باديز دي مش حتظهر الا بعد 4 ويكس افتر تشانكر ابييرنس، يعني بعد شهر. فبالتالي لو بدات اخذتها من البدايه ما فيش اي انتي باديز، وبالتالي يوزلس. ومن هنا نجي نقول في البرايمري سيفلس ليس امامنا الا الدايركت ديتكشن بالدارك فيلد مايكروسكوب وبالاميون في الدايركت اميون فلوريسنت او بالبي سي ار. الانتي باديز لا معنى لها ويوزلس. طيب تعالوا نشوف السكندري سيفلس او السكندري ستيج كيف حنشخصه. هنا زي ما قلنا في معنا سكن راش، في معنا كاندلوما، ممكن نعمل عمليه ناخذ منها بايبسي او ناخذ منها عمل الليجنز دي ونعمل دايركت ديتكشن بنفس الميثود اللي قلناها، الدارك فيلد مايكروسكوب، الاميون دايركت اميون فلوريسنت والبي سي ار. او ناخذ السيرم. ليش ناخذ هنا سيرم؟ لان البيشنت هنا قد في السكندري ستيج. هنا نقطة مهمة جدا، هذه تريبانوما بالليدم اللي قدامكم هي سبايرال اورجانيزم، وهذا الامر تيشو حقنا. الان كالاتي، هذه عبارة عن انتيجين تريبانوما بالليدم، فبالتالي نسميها كذا، نسميها تريبانوما انتيجين تيست، لان احنا بنشوف الانتيجين الحقيقي للتريبانوما بالليدم. وهذه الاور تيشو بيحصل لها ديستراكشن. طبعا هنا بتنتج انتي باديز للتريبانوما بالليدم، فلما تنتج انتي باديز للتريبانوما بالليدم نسميها كده، نسميها تريبانوما بالليدم انتي باديز، فعلا هي لانها سبيسيفيك للتريبانوما بالليدم. لكن لما يحصل ديستراكشن للتيشو ويحصل له ديستراكشن نقول هناك نون تريبانوما انتيجين، لانه حصل البكتيريا دي اللي هي بكتيريا تريبانوما بالليدم لما تدخل جسمنا تستطيع انها تعمل عمليه تكسر الانسجه، حطام الانسجه ذا هو بيعتبر كنان تريبانومال انتيجين، تتكون له انتي باديز، الانتي باديز اللي نسميها رياجين انتي باديز. اذا الرياجين انتي باديز هذه هي انتي باديز نتجت لحطام الانسجه الذي تكون، وبالتالي احنا نسميها نان تريبانومال انتيجين، لانها عباره عن انسجه وليست للتريبانوما بالليدم. وهذه الانسجه اللي تكونت تطلع لها انتي باديز، الانتي باديز دي نسميها رياجين انتي باديز. اذا النان تريبانومال انتي جين تيست هي عباره معنا في دي ار تيست، في دي ار ال، وفي معنا الار بي ار، وفي معنا الكومبلمنت فيكسيشن تيست. الكومبلمنت فيكسيشن تيست دي احنا اخذناها في اعتقد في المحاضره العاشره في الانتي جين انتي بادي رياكشن في كورس الايمونولوجي، وبالتالي مش هتكلم عليها، هتكلم على الفي دي ار ال وهتكلم على الار بي ار. التريبانوما بالليدم تيست في معنى التيست الاول يسموه فتا تيست، والتيست الثاني يسموه تافا تيست، والتيست الثالث يسموه تي بي التريبانوما بالليدم البي اي او التاب تيست.
تعالوا نشوفهم الان للنانكريبنومال انتيجين تيست اللي هو اول امر الفي دي ار ال. الفي دي ار ال هو اختصار الاتي، اختصار فينيريال ديزيز ريسيرش لابراتوري، يعني في ريسيرش لابراتوري هو اكتشف هذا الفحص في التالي سماه باسمه. طيب احنا مش قلنا قبل شويه كنا نتكلم انه حطام الانسجه بتنتج ضده انتيبوديز سميناها الرياجين انتيبوديز، فراحوا العلماء يدوروا ما هذا النسيج اللي احنا حنطلعه بحيث ان الرياجين انتيبوديز تتفاعل معه. فراحوا يبحثوا لين وجدوا عمليه الهارت اوف ذا كاو. فراحوا اخذوا الهارت وقطعوا بيسس وعملوا عليه الكحول وحصل الكحول اكستراكت، وبعدين ضافوا عليه ليبن. هذا المركب الاكستراكت سموه كارديو ليبن، والان يصنعوه كوميرشال. الكارديو ليبن ذا حي الرياجين انتيبوديز اللي تكونت من حطام الانسجه حتتفاعل مع هذا الكارديو ليبن، وبالتالي التست الفي دي ار نحن نقول عليه فلوكيوليشن تيست. ما معنى فلوكيوليشن تيست؟ احنا اخذنا في الانتيجين انتيبودي رياكشن، يا يكون معنا اجلوتينيشن تيست يا يكون معنا بريسيبيتيشن تيست. الاجلوتينيشن تيست في بارتكلز وفي انتيبوديز، فبالتالي يحصل اجلوتينيشن، لكن في البريسيبيتيشن بيكون كلهم سوليبل فبالتالي يحصل بريسيبيتيشن. وجد العلماء انه في الفي دي ار ال انه هناك عمليه في سمول بارتكلز وبالتالي يرتبط معاه، فما قالوا شنو اجلوتينيشن، هو ما بين الاجلوتينيشن وما بين البريسيبيتيشن، فسموه فلوكيوليشن. وبالتالي بداوا اول ما بداوا اكتشفوه قالوا ضروري يشوفوا بالمايكروسكوب الندبات اللي حتحدث. طيب النقطة التي بعدها هذه زي ما قلت الفلوكيوليشن تيست بنشوفها تحت الميكروسكوب، هو عبارة عن كارديو ليبن اللي هو الانتيجين اللي قلنا عليه خلاص بيصنعوه مع البيشنت سيرم. البيشنت سيرم زي ما قلنا بتطلع انتيبوديز سميناها رياجين انتيبوديز، وبالتالي يحصل اجلوتينيشن او ندبات نحن نشوفها بالمايكروسكوب. طيب راحوا العلماء قالوا يا جماعه اذا احنا دوري مايكروسكوب، فراحوا جابوا فحص اخر اسمه الار بي ار. الار بي ار هو اختصار الرابيد بلازما رياجين. ايش فكره هذا التست؟ نفس الفي دي ار تماما، بس قالوا يا جماعه الكارديو ليبن ده نحط عليه شاركول، نحط عليه فحم وخلاص، ونروح نجيب السيرم حق المريض حيكون فيه انتيبوديز اللي هي رياجين انتيبوديز، والان في تشاركول محطوط على الكارديو ليبن حيحصل ما نسميه بالاجلوتينيشن. واضح ما معناها؟ ما عاد فيش داعي نستخدم مايكروسكوب دايركت، ومن هنا سمي رابيد بلازما رياجين. وهذه قدامكم الاجلوتينيشن تيست، ما شايفين فيها اجلوتينيشن، وهذه عمليه الكنترول. طبعا تيست الفي دي ار ال والار بي ار دول نان سبيسيفيك تيست، تخيلوا يعني الفيرال مثل ابشتين بار فيروس هيباتايتس، يعني لو واحد عنده ابشتين بار فيروس عنده هيباتايتس حيطلع بوزيتيف، لو واحد عنده دراجز زي البروكانامايد بيستخدم دراجز حيطلع عنده كمان بوزيتيف، الروماتيك فيفر حيطلع عنده كمان بوزيتيف، وكمان لوباس اللي هو سيستميك لوباس ارثروماتوزس او ليبروسي حيطلع بوزيتيف. فانا عملتها على الفي دي ار ال نفسها بمعنى انه نون سبيسيفيك تيست. اكيد السؤال اللي حينط في راس اي واحد، طيب احنا نستخدم نون سبيسيفيك ليش؟ نستخدمها للاسباب التاليه، لان هذا الفحص اولا سريع ورخيص، والامر الاخر انه كمان امن هذا الفحص. فبالتالي لكن النقطة الأهم نستخدمه ليش؟ لأنه it's a good negative test. أي شخص نعمل له VDRL or RPR طلع negative نقول له أنت ما عندكش سيفلس على طول، فهي كنيجاتيف تيست it's a good test. فبالتالي من هنا نستخدمه بالرغم أنه non specific، لأنه أي شخص بيطلع negative معنى ما عندوش سيفلس. طيب تعالوا الآن نشوف للتريبانومال أنتيجين تيست اللي هي الفتة تيست. طبعا احنا تكلمنا عن نان تريبنومال، تعالوا نشوف الان اللي هم الفتا تيست والتافا تيست واللي هي التاب تيست. طيب الفتا تيست هي اختصار فلوريسنت تريبنومال انتيجين. كل ما في الموضوع انه بنروح بنجيب الانتيجين للتريبنوما بلفيدم كلد، ونروح نجيب سيرم المريض ونحط السيرم على الكلد تريبنومال انتيجين. اكيد لو الشخص ده عنده انتيبادي سبيسيفيك للتريبنوموبال ليدم حتلتصق على التريبنوموبال ليدم، بعدين نروح نحط اللي هي انتي انتيباديز ترتبط بالاف سي بورشن وعليها فلوريسنت، ونعمل انكوبيشن، وبعدين نعمل ووشنج، وبعدين نشوف تحت الفلوريسنت ميكروسكوب حنشوف هذا المنظر، معناها انه دي
عملية السبايرال أو الأورجانيزم اللي هي تريبر موبيليدا موجودة، وذا تيست سبيسيفيك لأنه كشف أنتي بوديز سبيسيفيك فقط للتريبر موبيليدا، ومن هنا سموه فتا تيست لأنه شوية كومبلكس. ده الانيميشنز حقه، شايفين هذا الانتيجين تريبانوما كولد. حنروح نجيب سيرم المريض الان. سيرم المريض طبعا طالما وانها سبيسيفيك انتي بوديز معناها انها حترتبط بالانتيجين، هي ارتبطت بالتريبانوما بليما الانتيجين. نروح نضيف اللي هو الانتي انتي هيومن انتي بوديز، يعني انتي انتي بوديز حيروح يرتبط بالاف سي بورشن وعليه فلوريسنت. فلو ما يرتبط بالانتي بوديز وعليه فلوريسنت نعمل انكوبيشن ونعمل ووشنج، وحنشوف زي ما قلنا اللي هو التريبانوما بليدم اندر الفلوريسنت مايكروسكوب. طيب التست قالوا هذا التست شويه صعب، تعالوا نشوف التست الثاني اللي سموه تافه تست. تافه تست يعني انه تست تافه وسهل، هو اللي هو التي تريبانوما والبي بليدا بليدم والاتش اي اللي هي هيم اجلوترين. يروح يجيبوا كلات، يجيبوا ار بي سيز او نيجاتيف ما عليهاش اي انتيجين، فيروحوا يعملوا لها كوتد للتريبانوما بليدم. الصفر دول هم عباره عن تريبانوما بليدم، ويروحوا يجيبوا السيرم حق البيشنتس. فلو كان عنده انتي بوديز سبيسيفيك للتريبانوما بليدم حتروح تعمل اجلوتينيشن، ومن هنا سموه هيم اجلوتينيشن. فهذه فكرة التست ده. فيروح يشوفوه بالتالي، شايفين البوزيتيف حصل عملية هيماجلوتينيشن وذي النيجاتيف، وممكن يعملوا كمان سيريال دايليوشن. التست اللي بعده يسموه تريبانومال انتيجين تست، اللي هو التريبانومال انتيجين تست اللي هي تريبانوما بليدم بارتكل اجلوتينيشن. كل الفكرة حق هذا التست انهم يجيبوا عملية جيلاتين بارتكلز ويروح يحطوا عليه التريبانوما بليدم، وبالتالي على طول يروحوا يطرحوا في تيوب، يروحوا يجيبوا الانتي بوديز حق البيشنت سيرم. معناها لو عنده سبيسيفيك انتي بودي حترتبط بانها تريبانوما انتيجين، وبالتالي كمان ممكن يعملوا سيريال دايليوشن ويعملوها. دول كلهم سبيسيفيك تيست. الان تعالوا نشوف لللاب دياجنوسيس للكونجينيتال سيفلس. بالتاكيد كونجينيتال سيفلس هنا نعمل اي جي ام للبيبي ولا نعمل اي جي جي، لان الاي جي جي معناها انه قد تكون الانتي بودي جايه من الام. نعمل اي جي ام للبيبي، اذا طلعت فنقول عنده كونجينيتال سيفلس. النقطه الاهم في الدياجنوسيس انه اي واحد يطلع نون سبيسيفيك اللي هي نون سبيسيفيك تريبانومال انتيجين تيست طلعت بوزيتيف، لابد نعمل كونفرميشن بالسبيسيفيك اللي هي الفاتا تيست او التافا تيست. تعالوا نشوف التريتمنت. التريتمنت كالاتي: بنسلين يعتبر دراج اوف تشويس سواء للبيشنتس او البريجننت وومن عشان نعمل بريفنت للكونجينيتال سيفلس. طيب نقطه مهمه هنا جدا، الفولو اب ما نعملش اطلاقا بالفتا تيست وبالتافا تيست اللي هم سبيسيفيك تيست. ليش؟ لان الانتي بوديز اللي بتطلع اجينست تريبانوما بليدم دي بتستمر فور لايف، فمهما عملت حتى لو شوف المريض حتطلع بوزيتيف، ولكنني اعمل فولو اب بالفي دي ار ال وبالار بي ار. ليش؟ لانهم ذول قلنا ما يطلعوش الا لما يكون في حطام للانسجه، لانهم بيكتشفوا الرياجين انتي بوديز. فلو الانفكشن انتهت ما عاد فيش رياجين انتي بوديز فحتطلع نيجاتيف سواء كان في دي ار ال او ار بي ار. البريفنشن بالتاكيد البريفنشن الاساسي انه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. كنت معكم فيما مضى من الوقت حول موضوع مهم اللي هو تريبانوما بليدم اللي بتعمل السيفلس. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.